Good morning, how are you? Today's lesson is the cinema. في السينما. زين. اللي نعرفه نحن السينما اللي هي مكان جلوس، يعني حال وحال الصف، عشان يعمل في يوم ما راح نحن. واكو سمارت بورد او داتا شو للعرض، تعرض لنا فيلم معين ونتسلم بالفيلم اللي يطلع. اوكي. اللي هي يونت 6 الوحدة الثالثة ليسن 5 الدرس الخامس راح يكون عندي بيج 82 83 صفحة 82 و83 at the cinema معناته في السينما في السينما زين تبع على عيد طمشون على فيلم معين اوكي فعندي واحد بيدو ايس كريم موتا واحد بيدو بوب كورن الفيلم كان كلش حلو اوكي عم يتكلم عن الروبوتات اذا هاي الشغلات موجوده ايش عندنا بوب كورن شاميه خلي صح اللي هي وين هاي شاميه زين هذا الفيلم كان فاني فعلا فاني ممتع هاي فاني ايش حيعرضون حيعرضون فيلم فيلم ايش يعني يعني فيلم عن ايش كان جود روبوت أو روي بوت اللفظ الصح مال كلمة روبوت هاي روبوت بالعربي بالإنجليزي روي بوت good robot and bad robot روبوت جيد روبوت سيء وأكو واحد بيدو آيس كريم أوكي هذا اللي بيدو آيس كريم زين إيش مطلوب من عندك كلمات التنزيل بوب كورن شامية تنزلوها فاني مضحك تنزلوها فيلم فيلم تنزلوها آيس كريم مثلجات هم تنزلوا حتى لو نزلها قبل وكلمة روي بوت فقط معناتها رو بوت هاي تتنزل تمام؟ لأنها نفسها باد روبوت جود روي بوت بس كلمة روي بوت نعيد تنزلون بوب كورن فاني فيلم روي بوت آيس كريم هاي أربع كلمات تنزيل أو خمس كلمات تنزيل زين نزلوهم وتدزوهم على جروب مال واجبات عيني. نجي هوني. عندي ريد يوسف's ايميل اقرا عن رساله الكترونيه مال يوسف. يوسف دز رساله لناديه. تو ناديه الى ناديه سبجكت للموضوع وذا سينما. يحكي عن السينما. هاي ناديه مرحبا ناديه. Yesterday البارحه I went to the cinema. ذهبت الى السينما. I went with my mom, dad and brother. ذهبت مع أمي وأبي وأخي. I saw a film about شفت فيلم عن robots in a race. روبوتات في سباق. It was very funny. كان كلش مضحك. The good robot won the race. الروبوت الجيد ربح السباق. I had an ice cream. تناولت مثلجات and popcorn وشامية. It was a great day. كان يوما ممتعا يوسف اللي دز رسالة النادي. هسا عندي هاي أسئلة. هاي أسئلة عن هاي القضاء. يعني ركز ايش دقنك. إذا امتحنا فقط يوم بالوحدة السادسة. معناته إذا امتحنا فقط يوم بالوحدة السادسة. راح أجيب لك هذا الكلام كقطعة خارجية. أول سؤال. السؤال الثاني ما راح اجيب لك صح وخطأ راح اجيب لك هاي الاسئله وانت بتجاوبون عنها ماشي كان البوتر اوبتيميشن تجاوبون خلاص بعد كفي صح وخطا فهمت اذا هاي كلش مهمه هذه راح نسميها قطعه خارجيه قطعه خارجيه اوكي وعليها الاسئله اللي بمكان الصح والخطا السؤال الاول Where did he go? أين ذهب؟ يقصد يوسف أين ذهب؟ ذهب راح نكتب وين 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 راح عليش؟ Perfect على السينما راح نقول He went to the cinema نقطة He went to the cinema سؤال ثاني What did he see? ايش رشع بالسينما؟ اكيد رشع فيلم عن ايش؟ عن روبوتات، راح نكتب. He saw هو رأى a film فيلم about عن روبوتس خليني اشكل
robots. About robots in a race. Robot في سباق. هكذا. السؤال الثالث اللي هو what did he have؟ ماذا تناول؟ راح أقول he went أو sorry أول سؤال who did he go with؟ راح أقول he went with his mom dad أيوة بعد تبو went with mom dad and brother. إذا راح نكتب نعطيكم جواب مختصر he went with أم وأبونه وأخونه وإيش نسميهم؟ العائلة with his family مع عائلته his family نقطة اختصرنا أحسن ما نكتب mom dad brother سير طويلي he went with his family مع عائلته number four what did he have إيش أكل؟ راح نقول he had تناول تذكرون ذاك الفيديو تركم have والصيغات he had نطعتكم مثال أكلت بطريقتي البيحة واليوم كنت على ذاك بطريقتي he had an ice cream he had an ice cream and popcorn وش أبي؟ بس كانت نسوني هذه بوب كورن لنا وين نقطة؟ أتذكر نقطة السؤال الخامس What was it like؟ أشهر كان الفيلم وشعور It was a great day أو أشهر كان اليوم كان يوما ممتعا هاي نفس الأسئلة اللي نرجع نعيدوها إذا الأكتيفيتي كتاب النشاط تبقى بابا عندي هوني هاي الكلمات راح ندخلها بالجملة كل واحدة حسب معناها وهذا مهم cleaned نظفة اكتب معاي على clean اكتب نظفة عندي ate أكل went ذهب saw رأى looked نظر And he went ذهب said قال went نعال الذهب got حصل يعني سأقول I get a pen حصلت على قلم إذا عاد أحكي بالماضي بيحة راح أقول I got a pen حصلت على قلم heard سمع وهل تناول بالماضي My name is Deez. أنا اسمي Deez. Yesterday at night, البارحة, I heard a noise. مين عرف تختار كلمة heard؟ سمعت. يعني عندي a noise. معناتها ضوضاء. حركة. ضوضاء. شيء شغلني. I heard a noise. سمعت ضوضاء. إيه. بعد. I got out of bed. راح أقول I got out. Got out. كلمة got out يعني قمت. Got out of bed. قمت من الفريش مالتي. And went to the kitchen. مش راح أقول أنا went. ذهبت إلى المطبخ. There was nothing. ما كان أكو شيء. Then I أيضا went to the باثروم منين عاد اعرف نختار وين توين ذهبت لان عندي كيتشن مطبخ عندي باثروم حمام ذهبت للمطبخ ذهبت للحمام there was nothing ايضا ما كان اكتب الشيء بعدين then I fell to the living room الى غرفة الجلوس ايه I went ذهبت الى غرفة الجلوس what did I see ماذا رأيت I saw أنا رأيت my baby sister أختي الصغيرة sitting on the floor جالسة على الأرض she had a big cake she had تناولت كعكة كبيرة
اوكي؟ ليش اختار يد وهاد؟ لان عندي كيك، الكعك النجم. زين. In her hand كان موجود بيد مسكتها. She فراغ at me. At me معناته إلي. إيش راح أختار؟ Looked. نظرت. She looked at me. نظرت إلي. And smiled. وضحكت. She said. راح أخلي بالفراغ. Said. قالت. That she was hungry. كانت جائعة. قامت. بحثت. طقطقت. والله فأكلت. She فراغ. All the cake. كل الكعك. إيش أختار بالفراغ؟ Ate. أكلت كل الكعك. We went to the bathroom. ذهبنا إلى الحمام. She فراغ her teeth. أسنانها. Cleaned. نظفت. Cleaned her teeth. He went back. Or we went back to it. وذهبنا إلى الفراش. إذا ما قصة كملنا خلينا بالفراغ. الكلمات المطلوبة من عندنا وهكذا بأمكر حلوها بالشكل الصحيح ودزولية على جروب الواجبات دق شعب أبو وشعب تكتبون صح لو غلط وأهم شيء تنقلون الصورة الصحيحة هذا أهم شيء إيه هوني write a box verb write بدنا نعرف معناتك أكتب the box verb الفعل باستشنو الماضي اكتب الفعل الماضي عليك من عندي اكتب الفعل الماضي مع هذولي هذا حفظ هذا مهم هذا اجيب لكم هو بالامتحان اقول لك write the past verbs اكتب لي الافعال الماضية اوكي انت حيحفظ هذولي حيحفظ هذولي حفظ 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 تبه clean cleaned بس ضفت له إيه نفس نفس المزدون بس ضفت له إيه إذا هذا قياسي لو شال قياسي eat ate كله تغير هذا شاذ أنت تحفظ بهالشكل تحفظ لي clean cleaned eat ate الجو يذهب الماضي ماله went هسوني clean ينظف clean نظف eat يأكل eat أكل go يذهب went ذهب see يرى saw رأى يعني عيني قلوا لهم لأهلكم معكم يساعدوكم تقعدون تحفظون هذول بالبداية احفظوهم شفوي النقطة الثانية فرقوا من اللي يضاف له ايدي بس القياسي ومن الشاذ اللي كله يتغير بعدين اكتبوهم وخليها لكم يتعلمون look looked بس بفعل ايدي ينظر نظر سيقول said قال get يحصل got حصل hear يسمع heard سمع اذا هذول ينحفظون اقل لك اكتب لك بالامتحان بالامتحان اكتب لك سي أقول لك اكتب لي الماضي معناته أنت حيحفظ السي يصير سو أشهد أو أكتب لك مثلا أكتب لك لوك ينظر فراغ أقول لك اكتب لي الفعل الماضي معناته تكتب لي لوك إت لوكت بس أضيف له إي دي بس أضيف له إي زين تبغوني هذا التمرين يعلمني أختار أدوات السؤال يعلمني أختار أدوات السؤال انتبه يقول they had eggs, bread and cheese for breakfast اتناولوا البيض والخبز والجبن للفطور لأن أشياء فاستخدمت أدوات السؤال what زين يعني تجيبكم اختيارات بالامتحان انتبه أكتب لك مثلا what إلا وير what إلا وين أنت لين تعرف هذول أشياء فتختار what ومخيل أخر تحته my brother went to the park أخي ذهب إلى المتنزه on Saturday الخط على البارك الخط على البارك إذا البارك where مكان my baby sister went to bed at 7 o'clock what time الوقت اللي ذهبت بيه اوكي وطيب اقول ايضا when متى اثنين صح when what time متى في اي وقت نفس الشيء
My aunt went to the cinema. ذهبت إلى السينما. Cinema where? مكان. Kareem cleaned the car. Who? الخط تحت منه؟ تحت كريم لأنه شخص أخذته له هو. 6. They made rice and chicken. هذول rice with chicken what? أشياء. إذا هاي الامتحان أجيب لك يا بابا على شكل اختيارات. أخلي لك خط تحت الشيء. أنت تكتب لي إما وقت إذا كان شيء، إما وير إذا كان مكان، تكتب لي هو إذا كان شخص، ووين إذا كان وقت. زين تبغون يعني يقول عندي ألم تبغون يستحل. اكتب أداة السؤال المفقودة. Write the missing question words. اكتب كلمات السؤال المفقودة يعني أداة السؤال. أول وحدة فراغ with your brother go on Saturday. إيش جاني on Saturday؟ لأنه يوم فش راح أقول when. When did your brother go on Saturday؟ متى سيذهب أخوك أو متى ذهب أخوك؟ When did your brother go on Saturday؟ لأن عندي Saturday نكتب when. متى ذهب أخوك يوم الأحد؟ أي موقت ساعة إيش قد راح؟ ساعة واحدة اثنتين ثلاثة وهك. ثانية عندي فراغ did your baby sister go to bed؟ ما دام عندي go to bed تذهب للنوم. أوكي؟ شو عن اختار تذهب للنوم؟ لأنه وقت when. فراغ clean the car for his father. نظف سيارة والده. إيه هو من نظف سيارة والده؟ فراغ did they make for dinner؟ إيش دي يعملون على العشاء؟ يعملون شيء. What؟ هذا نفتهم ونكتب هذا السؤال. خامس عندي فراغ did they have for breakfast؟ إيش عندهم على الفطور؟ على الطريقة يعني. And then what؟ ماذا؟ Did your aunt go on Friday؟ When did your aunt go on Friday؟ متى استذهب جدتك يوم الجمعة؟ إيه متي؟ ساعة شهد؟ نكتب وين؟ واضح بابا؟ هذا اللي أريد نفتهمه من هذا التمرين. لحد هوني هذا درسكم بابا. إن شاء الله نلتقيكم بفيديو آخر. نشوفكم على خير وتبع كلش مليح. See you bye.